لو عايز تتعلم برنامج بلندر من الصفر اشترك معايا في القناة وفعل زرار الجرس للكل وادعم الفيديو بلايك لو عجبك. مبدئيا لو انت بتتفرج على الفيديوهات على اليوتيوب وظهرت معاك الترجمة وحابب ان انت تلغيها فانت بتضغط على علامة السي سي بتختفي معاك الترجمة من الشاشة وبتظهر الشاشة بشكل واضح. عايز تظهر الترجمة بتضغط على علامة السي سي، ولو محتاج ان انت تغيرها لأي لغة تانية بتبتدي تضغط على العلامة دي وبتختار الاختيار ده، ومن هنا بتختار الترجمة التلقائية وبتختار اللغة اللي انت عايزها، وده بالنسبة لأي فيديو على اليوتيوب. مبدئيا كده هنختار الصفحة الخاصة بجنرال، فبيظهر قدامك الشكل ده. الشكل اللي قدامك ده او الشاشة اللي موجودة قدامك دي شاشة 3D Viewport. طب عرفت منين؟ اولا هي شكلها معروف، يعني الشاشة دي هي شاشة 3D Viewport. لو جيت تبص هنا هتلاقي ظاهر معاك شاشة تانية هي دي شاشة التايم لاين. طيب عرفت اسميهم منين؟ انت مش محتاج تحفظ اي حاجة، انت مع الوقت هتعرف كل المعلومات بمنتهى البساطة. لو جيت تبص على الجزئية دي، شايف العلامة دي؟ لو وقفت عليها كده بالماوس وما عملتش اي حاجة هتلاقي مكتوب وصف للايكون دي، وهتلاقي من ضمن الوصف مكتوب اسم الشاشة اللي هو 3D Viewport، ودي العلامة بتاعتها. لو فتحت السهم هتلاقي شاشات كتيرة جدا، الشاشات دي كل حاجة منهم ليها استخدام. مبدئيا كل اللي عايزك تعرفه ان الشاشة اللي موجودة قدامك دي العلامة بتاعتها وده اسمها. هنا هتلاحظ ان العلامة مختلفة، العلامة هنا علامة ساعة، لو وقفت برضو عليها كده هتلاحظ ان مكتوب عليها مجموعة من البيانات، ومن ضمن البيانات مكتوب التايم لاين، وده اسم الشاشة او اسم الجزئية اللي قدامك دي. برضو لو فتحت السهم هتلاقي ان الشاشة اللي هو مختارها هي التايم لاين اللي موجودة هنا. لو ضغطت على 3D Viewport هتلاحظ ان الشاشة دي ظهرت لك في الجزئية دي تاني، فهنرجعها كده ونخليها التايم لاين. مبدئيا كده الشاشة عندك مقسومة نصين، مش هشغل دماغك، نزل النص ده تحت وخلينا في 3D Viewport. اول حاجة عايزاك تعرفها ان الاوبجكت اللي موجود قدامك ده، المكعب ده، انت تقدر تغيره لاي اوبجكت تاني. ازاي؟ مبدئيا تقدر ان انت تعمله حذف، يعني تعمل له ديليت. مجرد ما بتعمل عليه سيلكت كده او بتختاره وبتضغط ديليت من الكيبورد بيتمسح معاك. طيب رجعت في كلامك وعايز ترجعه فبتضغط على كنترول زد بيرجع معاك عادي خالص. طيب ليه هو نزل في المكان ده ومنزلش في اي مكان تاني؟ نزل في المكان ده ومنزلش في اي مكان تاني بسبب العلامة دي. شايف العلامة دي؟ العلامة دي اسمها كورسر وموجودة هنا. طيب كورسر دي لو انت وقفت عليها كده وضغطت في اي مكان هتتنقل معي. طيب ايه الفايدة؟ الفايدة ان اي مكان انت هتوقف فيه العلامة دي اي شكل هتنزله هينزل في المكان ده. علشان تنزل شكل جديد هتعمل ايه؟ من القوائم اللي فوق دي هتضغط على اد، هتظهر معاك القائمة دي، هتلاقي فيه هنا مش، ومش دي هي عبارة عن الشبكة اللي بتشكل لك كل الاشكال اللي موجودة قدامك دي، فتقدر تختار اي شكل انت عايزه. لو ضفت كيوب هيتضاف لك كيوب في المكان اللي احنا وقفنا فيه الكيرسر، لو ضفت اي حاجة تانية هتنزل معاك في المكان التاني. فتعالى مثلا خلينا مبدئيا في الكيوب، هتلاحظ ان هو نزل في المكان ده، يعني في المكان اللي اتواجدت فيه العلامة دي. نضغط كنترول زد كنترول زد، هتلاحظ ان المؤشر ده مش بيتنقل بالكنترول زد، انت بتنقله بنفسك، يعني بتقف عليه وبتحطه في المكان اللي انت عايزه. طيب نفترض ان انت عايزه يتحط في نقطة الاورجن او عند نقطة الزيرو زيرو اللي هي نقطة اللي بيلتقي فيها محور الواي مع محور الاكس، ففي الحالة دي هتعمل ايه؟ في الحالة دي هتروح على قائمة Object وهتلاقي في عندك هنا حاجة اسمها Snap، هتلاقي في عندك Cursor to World Origin، اضغط عليها هيرجع لك في نفس المكان الأولاني اللي كان محطوط فيه. مبدئيا علشان تتعامل وتشتغل بسرعة على برنامج Blender انت لازم تكون متمكن قوي من الاختصارات، يعني تكون بتعرف تشتغل على الاختصارات أكتر ما بتشتغل على القوائم دي علشان بس الشغل يطلع معاك بسرعة. لكن بالنسبة لي وانا بشرح لك السلسلة مش هشتغل معاك بالاختصارات، لان لو اشتغلت معاك بالاختصارات وقلت لك شيفت دي وكنترول تي ومش عارف ايه انت هتتوه مني ومش هتقدر ان انت تفهم الدرس صح. مبدئيا قائمة اد اللي بتضيف منها
اي شكل تاني، هي موجودة قدامك بالشكل ده. ولو انت عايز تحفظ الاختصار فانت بتقف على اي مكان في الشاشة، ما بتكونش ضاغط على دي، بتكون ضاغط على العلامة دي. هنا هنرجع تاني الكورسر مكانه، فمن Object هروح على Snap وهرجعه تاني للWorld Origin، واروح على علامة Select، اقف هنا كده في اي مكان وابتدي اضغط على Shift A. ده الاختصار اللي هيطلع لك القائمة، تقدر تحط منها اي شكل انت عايزه. يبقى علشان تضيف اي عنصر هتروح على قائمة Add، ومن مش تختار اي عنصر انت عايزه، او تقف في اي مكان على الشاشة ما تكونش مختار حاجة معينة، وتضغط على Shift A وتختار اي عنصر انت محتاج تضيفه. المعلومة التانية اللي انت محتاج تعرفها هي ازاي بتقدر تحرك العنصر بتاعك ده. علشان تحرك العنصر ده فانت اول حاجة محتاج ان انت تعمل عليه Select او تختاره. ومجرد ما بتختار العنصر انت محتاج تحركه فوق تحت للجنب، فالحركة دي هنا العلامة دي هي اللي بتساعدك عليها، ودي علامة الموف. فمجرد ما بتقف عليها بيظهر لك وصف للعلامة، وبيظهر لك كمان الشورت كات بتاعها او الاختصار بتاعها. فاختصار الحركة هنا هو حرف الجي. فتعالى مبدئيا كده نتحرك بالأداة، لو ضغطت عليها هتظهر معاك محاور. طبعا اتفقنا ان المحاور بنعرفها من ألوانها ومن أسمائها اللي موجودة في الدايرة دي. فلو مسكت المحور الخاص بواي وضغطت عليه بالماوس وفضلت ضاغط وسحبت، هيتحرك معاك الأوبجكت في اتجاه الواي. لو مسكت الزد هيتحرك معاك لفوق. لو مسكت الاكس برضو هيتحرك معاك في اتجاه الاكس. يبقى على حسب انت عايز تحركه فين هتمسك السهم اللي بيدل على المحور بتاعك وهتبتدي ان انت تتحرك. طيب احنا اتفقنا ان احنا لما بنقف على العلامة كده عرفنا اسم الشورت كات بتاعها اللي هو جي. فمبدئيا اقف في اي مكان على الشاشة واختار الاوبجكت بتاعك واضغط على الجي من الكيبورد. هنا بقى انت ضغطت على الجي، ما تعملش اي حاجة غير انك تمسك الماوس وتتحرك بيه من غير ما تضغط على اي زرار. فانت هنا كده بتتحرك بالأوبجكت بتاعك حركة حرة، تقدر تحركه في اي مكان. مجرد ما بتوصل للمكان اللي انت عايزه بتضغط بزرار الماوس الشمال، بيثبت معاك بالشكل ده. وطبعا علشان تلغي العلامات دي فبتروح تعلم على علامة السيلكت بوكس. نجرب تاني، وقف على العنصر، اضغط على جي، اتحرك بمنتهى الحرية من غير ما تضغط على اي حاجة، انت بس امسك الماوس وتحرك بيه. مجرد ما توصل لاي مكان انت عايزه اضغط بزرار الماوس الشمال. كده انت غيرت المكان بتاعه. طيب عايز تتحرك في اتجاهات ثابتة وفي نفس الوقت من غير العلامة دي، يعني عايز تتحرك بالشورت كات، فكل اللي انت هتعمله ان انت هتعلم على الاوبجكت، هتضغط على جي وتحدد المحور اللي انت عايز تتحرك على اساسه. يبقى بعد ما ضغطت على جي اضغط على زد، هيظهر معاك محور الزد، فهيبقى كل اللي مسموح لك انك تتحرك على محور الزد، برضو عن طريق انك بتحرك الماوس من غير ما تضغط على اي حاجة. طب عايز تتحرك على محور الواي، يبقى برضو هتضغط على جي وهتضغط على الواي. كده انت غيرت المحور بتاعك للواي. طب رجعت في كلامك وعايز تتحرك على محور الاكس، اضغط على اكس بالشكل اللي قدامك ده. المعلومات دي اساسية ومهمة جدا. يبقى علشان تحرك العنصر بتاعك او الاوبجكت بتاعك فانت بتروح للعلامة دي او بتضغط على جي من الكيبورد. علشان تحرك في اتجاهات معينة باختصارات معينة بتضغط على جي وبتحدد الاتجاه بتاعك سواء زد او اكس او واي، وبتبتدي ان انت تحرك العنصر بتاعك. طب ده بالنسبة للحركة. طب لو انت عايز تعمله دوران، لو عايز تعمله دوران فانت بتروح على العلامة دي اللي هي خاصة بالروتيت، تضغط عليها بتظهر معاك العلامات دي، وبرضو هتلاقيها واخدة نفس الالوان. هنا اللون الازرق وهو بيعبر عن محور الزد او الدوران حوالين محور الزد. فمجرد ما بتقف على المحور وبتضغط بزرار الماوس الشمال وتبتدي ان انت تسحب كده او تتحرك بالماوس، بيعمل لك دوران في اتجاه الزد، وحتى محور الزد هتلاحظ ان هو اترسم باللون الازرق. طب لو مسكت اللون الاخضر فانت هنا كده هتحركه حوالين محور الواي، وبالفعل بدأ يظهر لك المحور الخاص بالواي. نفس الكلام محور الاكس. عايز تحرك عن طريق الشورت كات، طبعا احنا قلنا لو وقفت هنا عند العلامة فهيكتب لك مجموعة من البيانات بتخصها وهيكتب لك الشورت كات. الشورت كات هنا هو عبارة عن حرف الار اللي هو جاي من كلمة روتيت. فبتعلم هنا علشان تلغي اي حاجة على الاوبجكت، وبتقف على العنصر بتاعك وبتضغط على ار من الكيبورد. مجرد ما بتضغط على ار تظهر معاك العلامة دي بالماوس من غير ما تضغط على اي حاجة، حرك بس الماوس هيتحرك معاك في اي اتجاه انت عايزه سواء اكس سواء واي سواء زد. طب عايز تحدد الاتجاه، اضغط على الار واضغط على الزد، هيخلي لك الدوران حوالين الزد. مهما تحركت هو الدوران محتفظ بنفسه حوالين الزد. طيب اضغط على الاكس،
الدوران حوالين الاكس، اضغط على الواي الدوران حوالين الواي. طيب محتاج ان انت تغير المقاسات الخاصة بالأوبجكت بتاعك، وخلي بالك عشان تغيير المقاسات هنا ممكن تظهر لك فيه مشاكل، فانت علشان تغير المقاسات بتاعتك لازم تكون محتفظ بالسكيل ده واحد. ازاي؟ فلو جيت هنا كده وقفت على السكيل برضو هتلاحظ ان الاختصار بتاعه هو حرف الاس، وابتديت ان انت تغير بالشكل ده برضو في نفس الاتجاهات. طيب روح اقف على العلامة دي وابتدي استخدم الاختصار اس من الكيبورد كده، هيغيره لك في كل الاتجاهات. مجرد بس ما بتظهر معاك العلامة حرك الماوس من غير ما تضغط على اي حاجة فيه، ولما توصل للجزئية اللي انت عايزها اضغط تأكيد عن طريق ان انت بتضغط على زرار الماوس الشمال. يبقى انت كده ثبت الوضع ده. عايز تعمل تغيير في الحجم في اتجاه معين اضغط مثلا اس زد، هيغير لك الحجم في اتجاه الزد بس. وصلت للي انت عايزه اضغط على زرار الماوس الشمال. نفس الكلام اس اكس اكس اس واي بتغير لك المقاسات في الاتجاهات التانية. ملحوظة مهمة جدا في بلندر ان انت لو جيت هنا وقفت على العلامة الصفرة دي وهي عبارة عن الخصائص الخاصة بالأوبجكت بتاعك او الأوبجكت بروبرتيز، فانت هنا بتلاقي الموقع اللي فيه الأوبجكت والدوران، وفي نفس الوقت بتلاقي السكيل المقاسات. المقاسات دي المفروض انها تكون واحد 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 بحيث ان الشغل بتاعك يكون مظبوط، وبرده الموقع ده يكون 000، يعني باختصار تكون الابعاد دي كلها محتفظه بقيم معينه علشان ما يحصلش لخبطه في شغلك. فانت لو عملت التغييرات دي وانت واقف في وضع الاوبجكت مود، فانت لازم تروح على الاوبجكت وتروح على ابلاي، وهنا تقول له بقى ابلاي سكيل فهيظبط لك السكيل. انا رايي تقول له ابلاي ترانسفورمز بحيث ان هو يظبط لك كل حاجه، فهتلاقي العنصر بتاعك مازال موجود بكل مقاساته اللي انت غيرتها، لكن هنا الخصائص بتاعته رجعت تاني مظبوطه اصفار وواحد. الملحوظه دي مهمه جدا. بعد كده التعديلات اللي انت عايز تعملها، لو مش عايز تعمل الخطوه بتاعت اوبجكت ابلاي اول ترانسفورم، فانت بتعمل التعديلات بتاعتك على وضع الايديت. مبدئيا مش هطول معاك الفيديو اكتر من كده، حاول تفهم الجزئيه اللي احنا خدناها، حاول تتدرب عليها، ضيف اشكال تانية، غير في احجامها، اعمل لها دوران، غير في المقاس بتاعها، رجع تاني الوضع بتاعك للوضع الاساسي اللي ما يعمل لكش مشاكل عن طريق اوبجكت وابلاي واول ترانسفورم. وبعد ما تخلص الجزئيه دي نتنقل على جزئية تانية في الفيديو اللي جاي. بشكركم جدا على المتابعة واشوفكم في فيديو جديد. ما تنساش تدعم الفيديو بلايك لو عجبك، وتشرفني بالاشتراك في القناة.